من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم ببركة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم جزه عنا أفضل ما جزيت به شيخا عن مريديه. اللهم بارك في أهله وفي أبنائه وفي كل من تعلق به يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة، وارحم لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، إتماما للدروس التي ألقيها بين يديكم حول سير الصالحين التي تتنزل الرحمات عند ذكرهم، سوف أتحدث هذا اليوم عن قطب من أقطاب الدعوة والإرشاد، ألا هو سيدي أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه. يقول عنه سيدي الشعراني في الطبقات الكبرى: ولد سنة 596 بمدينة فاس بالمغرب، لأن أجداده انتقلوا أيام الحجاج إليها حين كثر القتل في الشرفاء. فلما بلغ 7 سنين سمع أبوه قائلا يقول له في منامه: يا علي، انتقل من هذه البلاد إلى مكة المشرفة، فإن لنا في ذلك شأنا. وكان ذلك سنة 360. قال الشريف حسن، هذا الشريف حسن هو أخو سيدي أحمد رضي الله عنه، يحكي هذه الرحلة التي قاموا بها من فاس إلى مكة. يقول: فما زلنا ننزل على عرب ونرحل عن عرب، فيتلقوننا بالترحيب والإكرام حتى وصلنا إلى مكة المكرمة في 4 سنين. فتلقانا أهلها وشرفاء مكة بالترحيب والإكرام، ومكثنا عندهم في أرغد عيش حتى توفي والدنا سنة 27 و600، ودفن بباب المعلات، وقبره هناك ظاهر يزار في زاوية. يقول الشريف حسن أخو سيدي أحمد: فأقمت أنا وأخوتي، وكان أحمد أصغرنا سنا وأشجعنا قلبا، وكان من كثرة ما يتلثم لقبناه بالبدوي. فأقرأته القرآن في المكتب مع ولدي الحسين، ولم يكن في فرسان مكة من هو أشجع منه، وكانوا يسمونه في مكة بالعطاب. فلما حدث عليه حادث الوله تغيرت أحواله، واعتزل عن الناس ولازم الصمت، فكان لا يكلم الناس إلا بالإشارة. وكان بعض العارفين رضي الله عنهم يقول إنه رضي الله تعالى عنه حصلت له جمعية على الحق تعالى فاستغرقته إلى الأبد، ولم يزل حاله يتزايد إلى عصرنا هذا، يعني إلى عصر المؤلف رضي الله عنه. ثم إنه في شوال سنة 33 و600 رأى في منامه 3 مرات قائلا يقول له: قم واطلب مطلع الشمس، فإذا وصلت إلى مطلع الشمس فاطلب مغرب الشمس، وسر إلى طانطا يعني، فإن بها مقامك أيها الفتى. فقام من منامه وشاور أهله وسافر إلى العراق، فتلقاه أشياخها منهم سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدي أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا أحمد، مفاتيح العراق والهند واليمن والروم والمشرق والمغرب بأيدينا، فاختر أي مفتاح شئت منها. فقال لهما سيدي أحمد رضي الله عنهما: لا حاجة لي بمفتاحيكما، إنما آخذ المفتاح إلا من الفتاح. قال سيدي حسن: فلما فرغ سيدي أحمد من زيارة أضرحة أولياء العراق كالشيخ عدي بن مسافر والحلاج وأضرابهما،
خرجنا قاصدين إلى ناحية طنطا، وطنطا توجد في مصر. فأحدق بنا الرجال من سائر الأقطار يعاندوننا ويعارضوننا ويثاقلوننا. فأومأ سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه إليهم بيده فوقعوا أجمعين. فقال له: يا أحمد، أنت أبو الفتيان، فانكبوا مهزومين راجعين. ومضينا إلى أم عبيدة. فرجع سيدي حسن إلى مكة، وذهب سيدي أحمد رضي الله عنه إلى فاطمة بنت بري، وكانت امرأة ذات جمال معروف، كانت تسلب الرجال أحوالهم، فسلبها سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه حالها، وكانت وتابت على يديه، وكان ذلك يوما مشهودا بين الأولياء. ثم إن سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه رأى الهاتف في منامه يقول له: يا أحمد، سر إلى طنطا، فإنك تقيم بها وتربي بها رجالا وأبطالا. وذكر له أسماء تلامذته: عبد العال وعبد الوهاب وعبد المجيد وعبد المحسن وعبد الرحمن رضي الله عنهم أجمعين. وكان ذلك في شهر رمضان سنة 34 و600. فدخل رضي الله عنه مصر، ثم قصد إلى طنطا، فدخل على الحال مسرعا دار شخص من مشايخ البلد اسمه ابن شحيط، فصعد إلى سطح غرفته، وكان طول نهاره وليله قائما شاخصا ببصره إلى السماء، وقد انقلب سواد عينيه حمرة تتوقد كالجمر. وكان يمكث 40 يوما وأكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. ثم نزل من السطح وخرج إلى ناحية فيش المنارة، فتبعه الأطفال، فكان منهم عبد العال وعبد المجيد. فورمت عين سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه، فطلب من سيدي عبد العال بيضة يعملها على عينه. فقال له سيدي عبد العال: وتعطيني الجريدة الخضراء التي معك؟ فقال سيدي أحمد رضي الله عنه: نعم. فأعطاها له، فذهب إلى أمه فقال: هنا بدوي عينه تؤلمه يريد مني بيضة. وأعطاني هذه الجريدة مقابل ذلك. فقالت له أمه: ليس عندنا شيء منها من البيض، اذهب وأرجع إليه. فأخبر سيدي أحمد رضي الله عنه، فقال له سيدي أحمد: اذهب فأتيني بواحدة من الصومعة، يعني الصومعة التي كان يتعبد فيها سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه. فذهب سيدي عبد العال رضي الله عنه، فوجد الصومعة قد ملئت بيضا، فأخذ له واحدة منها وخرج بها إليه. ثم إن سيدي عبد العال تبع سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه من ذلك الحين، وكانت أمه تمنعه وتقول عن سيدي أحمد: يا بدوي الشر، يا بدوي الشؤم، لأنه أخذ منها ابنها. فكان يسمعها سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه ويقول: ليتها قالت يا بدوي الخير، كانت أصدق. ثم أرسل لها مرة يقول: إنه ولدي، يعني ابنها يقول عنه: إنه ولدي من يوم قرن الثور. وكانت أم عبد العال قد وضعته في معلف الثور وهو رضيع، فطأطأ الثور ليأكل، فدخل قرنه في القماط، فشال عبد العال على قرنيه، فهاج الثور، فلم يقدر أحد على أن تخليصه منه. فمد سيدي أحمد رضي الله عنه على السطوح مدة 12 سنة. وكان سيدي عبد العال رضي الله تعالى عنه يأتي إليه بالرجل أو الطفل فيطأطئ من السطوح، فينظر إليه نظرة واحدة فيملأ مددا، ويقول لعبد العالي: اذهب به إلى بلد كذا. فكان يسقيهم بالنظر. وكان رضي الله تعالى عنه لم يزل متلثما بلثامين، فاشتهى أحد تلامذته وهو سيد عبد المجيد رضي الله عنه يوما رؤية وجه شيخه، فطلب منه ذلك، فقال له: يا عبد المجيد، لن تقدر، فكل نظرة برجل. فقال: يا سيدي، أرني ولو مت. فكشف له سيدي أحمد اللثام الفوقاني، فصعق ومات في الحين. وكان في طنطا سيدي حسن الصائغ الإخنائي وسيدي سالم المغربي، وهما وليين من أولياء الله الصالحين في ذلك الوقت. فلما قرب سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه من مصر أول مجيئه من العراق، قال سيدي حسن رضي الله تعالى عنه: ما بقي لنا إقامة، صاحب البلاد قد جاءها. فخرج إلى ناحية إخنة، وضريحه بها مشهور إلى الآن.
ومكث سيدي سالم رضي الله عنه فسلم لسيدي أحمد رضي الله عنه ولم يتعرض له، فأقره سيدي أحمد رضي الله عنه على أن يبقى في طنطا، وقبره فيها مشهور كذلك. وأنكر عليه بعض من كان مشهورا بالولاية فسلم وانطفأ اسمه وذكره، ومنهم صاحب الإيوان العظيم بطنطا المسمى بوجه القمر، كان وليا عظيما فثار عنده الحسد ولم يسلم الأمر لقدرة الله تعالى فسلب، وموضعه الآن بطنطا مأوى للكلاب ليس فيه رائحة صلاح ولا مدد. وكان الخطباء بطنطا قد انتصروا إلى هذا الولي وعملوا له وقفا وأنفقوا عليه أموالا وبنوا له زاوية ومئذنة عظيمة، فرفسها سيدي عبد العالي رضي الله عنه برجله فغارت إلى وقتنا هذا. وكان الملك الظاهر ببرس أبو الفتوحات يعتقد في سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه اعتقادا عظيما، وكان ينزل لزيارته، ولما قدم من العراق خرج هو وعسكره من مصر فتلقوه وأكرموه غاية الإكرام، وكان رضي الله عنه غليظ الساقين طويل الذراعين كبير الوجه أكحل العينين طويل القامة قمحي اللون، وكان في وجهه ثلاث نقط من أثر جدري، في خده اليمين واحدة وفي الأيسر اثنتان، أقنى الأنف على أنفه شامتان من كل ناحية شامة سوداء أصغر من العدس، وكان بين عينيه جرح موسى جرحه ولد أخيه الحسين بالأبطح حين كان بمكة، ولم يزل من حين كان صغيرا وهو يتلثم بلثامين. ولما حفظ القرآن العظيم اشتغل بالعلم مدة على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، حتى حدث له حادث الوله فترك ذلك الحال، وكان إذا لبس ثوبا أو عمامة لا يخلعها حتى تبلى ولا يغيرها حتى تذوب. وأما البشت والصوف الأحمر فهو من لباس سيدي عبد العالي رضي الله تعالى عنه، وكان رضي الله عنه يقول: وعزة ربي سواقي تدور على البحر المحيط، لو نفد ماء سواقي الدنيا كلها لما نفد ماء سواقية. ومات رضي الله تعالى عنه سنة 75 و600، واستخلف بعده على الفقراء سيدي عبد العال، وصار سيرة حسنة، وعمر المقام والمنارات، ورتب الطعام للفقراء. وسيدي أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه مشهور بكرامات كثيرة له مع العلماء، واعتقد فيه كثير من علماء عصره كسيدي ابن دقيق العيد وغيره من العلماء، وهو مدفون بطنطر نفعنا الله به وجعلنا على سيرته وعلى سيرة مشايخنا رضي الله تعالى عنهم. آمين آمين.